مشاهدي قناة شوف تي في، صباحنا وصباحكم ونهارنا ونهاركم مبارك سعيد. نتمنى هذا النهار يكون يوم خير لنا جميعا. وطبعا اليوم العاصمة الإسماعيلية والعديد من المدن المملكة المغربية عرفوا تساقطات مطرية مهمة اللي كنتمناوها تكون قد نفع يا رب العالمين. وحنا بهذه المناسبة ديال التساقطات المطرية حقيقة الفلاحة كيفرحوا وحنا كنفرحوا جميعا، لكن أكثر ناس كيتخلعوا كيتزاد عندهم الهلع والقلق هما الناس أو المواطنين اللي ساكنين في المنازل الأيلة للسقوط. شنو هي رسالتكم للمسؤولين باش يهتموا بهذا الفئة هذه من المجتمع، طبعا ديال المواطنين اللي ساكنين في المنازل الأيلة للسقوط؟ طبعا كل ما عرفت المملكة المغربية تساقطات مطرية سواء كانت مهمة أو عادية إلا أننا كنسمعوا فاجعة تلو الأخرى. فحقيقة نحن مبقيناش بغينا نسمعوا أكثر عن ضحايا التساقطات المطرية سواء اللي كيغرقوا أو اللي كيطيحوا لهم المنازل. فهنايا في مدينة مكناس يعني في جميع المدن المغربية كاين هذه المعاناة، خصوصا هنايا في مدينة مكناس المواطنين كيغوتوا كيقولوا اللهم هذا بشراء، اللهم احنا بشراء راه سيدنا خص لينا مبلغ مالي مهم لإعادة الترميم المنازل الأيلة للسقوط، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، ولا مسؤول يسول، ولا محاسب يحاسب، ولا راقب يراقب. مدينة مكناس فيها العديد من المنازل الأيلة للسقوط والمواطنين كيتشكاو والمنازل كيطيحوا، يعني شفتوا معنا عبر المباشر، شفتوا معنا الدار اللي مهجورة وطاحت، كاينين ديور اخرين اللي ساكنين فيهم الناس خصوصا اللي لاصقين الصور ديال مولاي اسماعيل او ديال مولاي اسماعيل. طبعا فاحنا المحد يعني التساقطات المطريه كتزاد والمخاوف ديال الساكنه حتى هي كتزاد. شنو هي مشاهدي قناه شوف تي في رسالتكم للجهات المسؤوله، وشنو هو الميساج اللي تبغيو توصلوا لهم باش يديروا اعاده النظر في هذه الجهات طبعا في هذه الحالات؟ طبعا فوقاش ما كتمشي انا كتنقل واحد الحاله انسانيه ديال واحد الاسره اللي ساكنه في منزل ايل للسقوط، ومع التساقطات المطريه كتزاد المخاوف ديالهم كنقولوا كتدوبل وكتكبر. فكيكون طبعا الرد انهم جات لجنه ودارت يعني المراقبه وشافت وقالوا لنا دابا نجيو، يعني هذه 5 سنين هما كيجيو يصوروا الصور والحيوطه وكيمشيو بدون يعني نتيجه او بدون فائده. هنا ما بغيناش نشوفوا ضحايا، ما بغيناش نشوفوا اسر كيتوفاو واسر كيموتوا في وسط ديورهم، ما بغيناش نشوفوا رضع كيموتوا في وسط ديورهم، ما بغيناش نشوفوا كوارث في جميع المدن المغربيه خصوصا في مدينه مكناس اللي كنشوفوا ان فيها ديور اي للسقوط اللي الناس ديالها كيهضروا بالليل وبالعشيه. راه الا هبطنا دابا ومشينا للملاح القديم ولا الملاح الجديد ولا مشينا للملاح ولا مشينا للمدينه القديمه ولا، راه غادي نشوفوا كوارث كوارث كوارث. عباد الله كتقول لك راه حنايا عايشين في الخطر، ما عندناش بديل، لو لقينا بديل كنا غنكروا الجميل، يعني غينكروا الجميل ديال داك الدار اللي ستراهم، داك الدار اللي شفرة عين انها تقدر تطيح عليهم. على كل حال الحمد لله على التساقطات المطريه اللي كتعرفها بلادنا، فهي بمثابه خير والحمد لله هذه السنه غادي تكون سنه فلاحيه بامتياز، وعلى ما اظن ان هذا النهار كله غادي تكون تساقطات وغادي ربما تكون من هذه الايام هذه. فنتمناو من المسؤولين انهم يديروا التفاتة لهذه المنازل الأيلة للسقوط، راه كيشوفوا كل شيء وكيعرفوا كل شيء وراه على عينيهم كيدوزوا كل شيء، وحتى فاش كنبغيو نصوروا الدور أيلة للسقوط كيعيطوا كيقولوا وراه هذيك راها في الإحصاء وهذيك راها وهذيك راها. فما بغيناش نشوفوا ضحايا، ما بغيناش نشوفوا فاجعة، ما بغيناش نشوفوا كوارث، ما بغيناش نشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي خايبين. شنو هي رسالتكم لهذا المسؤولين؟ سمير كيقول الله يحفظكم امين يا رب. الله يحفظ الديور لأيدي الناس اللي أيدي سقط، الله يحفظ الديور ويحفظهم امين يا رب العالمين. الله يحفظنا ويحفظ الجميع. محمد من الحاجب، الجو ممطر في الحاجب مزيان، الجو ممطر في الحاجب الحمد لله، فهذه بشرة خير. هو السنة ان شاء الله تكون سنة فلاحية
بامتياز، والحمد لله بلادنا بلاد الخير والخير، ونتمنوا التساقطات ما تكونش عندها جوانب سلبيه قد ما تكون عندها جوانب ايجابيه. فجو زوين وامطار زوينه والحمد لله عليها. قولوا لنا مين كتابعونا، كيفاش واش عندكم حتى نتوما يعني كتعرف المدينه اللي نتوما فيها، كتعرف تساقطات مطاريه؟ خصوصا انا غادي نبغي نسول الناس ديال كرسيف، كرسيف اللي ما كطيحش عندهم الشتا بزاف الا كتابعونا، وكذلك الناس ديال مراكش، الناس ديال اكادير، وقيس على ذلك واش عندكم تساقطات مطاريه. شكون هما المدينه الان اللي كتعرف يعني المدينه ديالهم كتعرف تساقطات مطاريه في الحاجب؟ كيقولوا ان الجو غائم وممطر في الحاجب الحمد لله عليها، وكذلك في مدينة فاس والعرائش والعديد من المدن المغربية. خالد باستيا كيقول، أو باستيا كون كيقول، فرنسا فيها الجو مشمس. حنايا عاوتاني فاش كانت عندنا حنايا الشميشة وما كان عندهم الجو ممطر وبارد وفيه تساقطات ثلجية. على كل حال هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شوف تي في في العاصمة الإسماعيلية بمدينة مكناس، اللي نتمنوا أنها تكون إيجابية قد ما أنها يعني إيجابية أكثر ما تكون سلبية. فبحال هاد التساقطات احنا كنفرحوا بها، ولكن بعض المواطنين اللي كيعيشوا في المنازل أين السقوط كيكونوا كيعيشوا في الأثناء نوع من الخوف، من الرعب، من الهلع. فالله يدير لهم اللي فيها الخير.